سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة اليوم تزدحم في محاور أربعة الأول زيارة ملكية تاريخية إلى بغداد الثاني التنفيذ القضائي ما له وما عليه وفي الثالث المياه الجوفية في الأردن ما الذي يحدث وفي الرابع مرور على حالة الطقس المتوقعة في المحور الأول زيارة تاريخية قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمس إلى جمهورية العراق الشقيق في هذه الزيارة اكد جلالة الملك والرئيس العراقي عمق العلاقات الاخوية والتاريخية بين الاردن والعراق والحرص على توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. عن الزيارة نتابع التقرير التالي. هي أول زيارة رسمية يقوم بها الملك عبد الله الثاني للعراق منذ أكثر من عشر سنوات وهي أول زيارة لزعيم عربي منذ أعلان العراق حكومته الجديدة زيارة لها من الأهمية ما دفع بالرئيس العراقي برهم صالح ليصفها بالتاريخية وبرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليعتبرها شهادة على أن العراق بدأ مرحلة جديدة مبديا سعادة بلاد الرافدين وافتخارها بها الزياره الملكيه وان كانت في المقام الاول رساله تاكيد على وقوف الاردن الى جانب العراق في الحفاظ على امنه واستقراره وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار الا انها كانت بملامح اقتصاديه واخرى سياسيه فالملك والرئيس العراقي برهم صالح ناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسيه والاقتصاديه وتوسيع افاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادله كما التقى الملك برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبحثا فرص توسيع التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه والطاقه والنقل هذا ومن المتوقع ان تدفع الزياره الملكيه بقوه باتجاه تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين البلدين وزياده التكامليه الاقتصاديه، فضلا عن تتويج العلاقه السياسيه المتميزه بين البلدين. اذا في محورنا الاول الذي نناقش اهميه هذه الزياره ومجالات التعاون المشترك بين البلدين مع ضيفنا وزير الدوله لشؤون الاستثمار. الاستاذ مهند اهلا بك شرفتني بحضورك سيدي تحياتي واهلا بك في نبض بلد الله يمسيك بالخير. انا وانا بدي ابدا معك من اهميه الزياره وتحديدا في مجال التعاون الاقتصادي اكيد سيدي بدايه شكرا على هذه الاستضافه حقيقه حبتدي من محل ما انتهى التقرير هذه الزياره حقيقه تاريخيه وهي نقطه انطلاقه اخرى لعلاقه مميزه ما بين العراق والاردن اليوم كمان شعرنا بحقيقة أن الطرف العراقي قدر جدا زيارة جلالة الملك وشفنا يعني دفء اللقاء خلينا نحكي اليوم خطوة لورا العراق هو ليس سوق طبيعي للأردن فقط وإنما شريك طبيعي للأردن اقتصاديا اليوم إذا اطلعنا إحنا بألفين و13 قديش كنا نصدر للعراق بنحكي على 833 مليون 2016 وصلنا لما يقارب 300 مليون او 280 مليون انخفاض مهول بالصادرات الاردنيه 700 تقريبا دروب في فهذا اثر جدا على على المنظومه الاقتصاديه الاردنيه فتأتي سياره هذه لحقيقه تبث روح وبصيص من الأمل للاقتصاد الأردني لأنه اليوم الاقتصاد الأردني بحاجة لشغلتين أساسيات واحد التصدير اثنين الاستثمارات الأجنبية وهذه الزيارة تختم الجهتين ندخل بالتفاصيل شوي إذا تسمح لي تفضل طبعا أكيد شوف سيدي اليوم هذه السيارة فيها محاور المحور الأول عم نحكي على الصناعة والتجارة والاستثمار اليوم البند الاول في افضليه وتقدمنا بطلب ل 400 منتج ياخذ اعفاء جمركي من اخواننا العراقيين بال 2017 وتكرر هذا التفاهم بزياره دوله الرئيس الاخيره وجاءت زياره سيدي ومولاي صاحب الجلاله لتكون الرافع والدافع باذن الله لتنفيذ هذه التفاهمات اللي تمت بخلال زياره دوله الرئيس اللي هم 400 منتج يكونوا معفيين من 370 ل 380 اكثر, من 350, أكثر من 350 منتج. من. اكثر من 350 منتج ليكونوا معفيين معفي. فبالتالي سيدي هذا هذا شيء يعني مميز ودافع للصناعه الاردنيه وبحب انوه هنا ايضا مع اغلاق الاسواق وكافه التحديات خلال السنه الماضيه الصادرات الأردنية نمت بما يقارب 3.7% ولكن اليوم بوادر الخير ابتدت تبين أن السوق العراقي سوق مهم زي ما, زي ما حكيت كنا عم بنحكي على 300 على 800 مليون صرنا نحكي على 280 مليون فبالتالي اليوم هذا البواب مهم ومهم جدا تنويه صغير لما فتحت ريبيل لما فتحت ريبيل نعم وبخضم التحديات اللي كانت موجوده وبخضم انه ما في اعفاءات وبخضم انه ما في دور تدور نمت صادراتنا للعراق ما يقارب ال 15 16% جميل فبالتالي بأخذني هذا القصة على المحور الثاني أن العراق ليس سوق العراق شريك استراتيجي فلذلك في منطقة صناعية مشتركة اقترحت ما بين الأردن والعراق الشقيق هذه المنطقة تحددت إحداثياتها جميل جدا بمجلس الوزراء من الطرفين هذه المنطقة راح نعطيها صفة المنطقة التنموية بحيث تأخذ كافة الإعفاءات والمميزات وهذه من صلاحيات يعني مجلس الاستثمار و مجلس الوزراء عفوا هذه المنطقة سوف تجمع الشراكة الأردنية العراقية باستثمارات مشتركة لأنه اليوم العلاقة لازم تكون مبنية على ربح وربح يعني نحن نتحدث عن منطقة صناعية مشتركة ستأخذ طابع المنطقة التنموية حددت إحداثياتها نعم وهي بانتظار التنفيذ نعم. 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 نعم جميل جدا وأزيدك من الشعر بيت نحن بانتظار دعوة للشركة الأردنية العراقية الهيئة العامة بحيث أنهم يطلعوا أول عطاء لأنه هاي الشركة إدارتها أو هاي المنطقة راح تكون بناء على على البي أو تي وزميلي معالي وزير الصناعة والتجارة يعني هو رأس الحربة بمتابعة هذا 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 الموضوع فبنهاية المطاف اليوم عم نحكي على منتجات تأخذ إعفاءات عم نحكي على منطقة صناعية تنموية تربط الطرفين في بعضهم البعض فبالتالي هي رافعة لروافع الاستثمار واستقطاب استثمارات عراقية أجنبية بأراضي أردنية عراقية الشغل اللي بدي أربطها فيها اليوم أنت عندك أيضا تحدي في النقل وكلياتنا بنعرف أنه يعني في عندنا ما يقارب ال 20 وعشرين ألف شاحنة وهذا القطاع أيضا عانى أسطول ضخم طبعا وعانى فاليوم بوابة العراق أحد التفاهمات اللي صارت أنه رح ننتقل من اللي بيسموه المصطلح باك باك تو باك بده تصير دور تو دور يعني بدك توصل من الباب للباب فبالتالي هذا يعني شاحناتنا تمر في الاراضي العراقيه وتدخل حتى بغداد وغيرها من شاحناتنا بدها تمر بالاراضي العراقيه وشاحناتنا بدها تحمل منتجات وبدها تحمل مواد صناعيه وباذن الله راح تكون كمان ايضا مواد زراعيه فبالتالي مهم جدا نعرف انه هذا التفاهم على الدور تدور دور نقله نوعيه في 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 العلاقه وهذا كان احد التحديات لانه ما بحبش استخدم كلمه معيقات فبالتالي هذا هذا مهم المحور الثالث واللي بعتقد انه مهم ايضا اللي هو محور الطاقه نعم شوف يعني بناءه المطاف اليوم احنا في الاردن بننتج ما يقارب واحد جيجا او اقل شويه زياده عن احتياجاتنا فمهم جدا نعرف انه اذا بنقدر نربط مع اشقائنا في في العراق هذا شيء ايجابي جدا على الاقتصاد الاردني وعلى الاقتصاد العراقي. العراقي فهي ايضا مبنيه على انها يعني كسب مشترك للطرفين فالفريق الفني عم بيعمل مع بعضه البعض وهذه خطوه ايجابيه للامام رح تزيد الروابط الاردنيه العراقيه فباختصار يوجد في يعني برضه تعاون مالي مع على الديون وقضايا قضايا فنيه، ولكن انا اللي بدي اوصله اليوم انه اليوم السوق العراقي سوق مهم جدا لالنا وشريك استثماري استراتيجي مهم جدا لالنا وعلاقتنا مش تشاركيه هذا السوق راح يعطي افضليه للمنتجات الاردنيه راح يفتح منطقه استثماريه صناعيه مشتركه وراح يسمح لنا ايضا للنقل يصير من من الباب من الباب للباب ونتذكر دائما انه كنا نعمل او كنا نصدر ما يقارب 800 مليون صرنا ل 290 مليون فالفرصه للاقتصاد الوطني الاردني حقيقه كبيره وهذا يعطي بصيص من الأمل وهنا من نوه بكل أمانة نعم دائماً اسمح لي ماليك حكيت عن تعاون مشترك في القطاع في موضوع المنطقة الصناعية المشتركة عندنا يعني اليوم في نظرة مستقبلية متفائلة عند قطاع المزارعين عند قطاع الصناعيين إن فتح السوق العراقي قد ينعش هذين القطاعين صحيح. بشكل كبير جداً اليوم نحكي عن أوجه تعاون مشتركة أخرى كموضوع أنبوب النفط وما إلى ذلك من أمور وكلنا تفاؤل بعد زيارة جلالة الملك أن هذه الأمور باتت تسير على طريق صحيح وبتنا أقرب لتحقيقها، صحيح؟ وين اوجه التعاون المشترك الاخرى اللي ممكن نلاقيها مع الاخوان العراقيين؟ شوف سيدي يعني التفاهمات اللي قامت فيها الحكومه قبل زياره سيدنا انه باثنين اثنين هذه التفاهمات باذن الله راح نحطها على السكه السكه الصحيحه ومره ثانيه زياره جلاله الملك اجت راح تكون يعني باذن الله الدافع والرافع لتنفيذ هذا التفاهمات اليوم مره ثانيه العراقيين من اكبر المستثمرين بالاردن توطيد العلاقه وفتح الحدود وزياده التبادل التجاري هذا النتيجه الطبيعيه تبعته ايضا زياده التدفقات الاستثماريه العراقيه جميل جدا. في الاردن لانه بنهايه المطاف نجاح يخلق نجاح وعلاقات تجاريه تخلق علاقات تجاريه مكمله لها اليوم عندنا فرصه ايضا في إعادة الإعمار ما ننساش هذا هذا الموضوع عندنا فرصة أن الأردن تكون المركز الإقليمي اللوجستي أيضا للعراق ممكن نخدم العراق من الميناء الأردني وصار في حديث أيضا بالمناسبة بتخفيض الأسعار للبضائع اللي بتوصل العراق من خلال من خلال العقبة عشان هيك أنا برجع بحكي أنه العلاقة مبنية على أساس الكسب المشترك وليس أنه والله هذا سوق طبيعي وأنا بدي أبيع له أو أنا عندي استثمارات وبدي أقول له تفضل استثمر عندي العلاقة أصلا وطيدة تاريخية مبنية على على رواسخ واضحة اليوم هذا اللي عم بيصير بإذن الله راح يرجعنا لمنطقة الاقتصاد الأردني يشعر بانتعاش لأجل طيب. اليوم دائما نحكي معلش عشان نكون صريحين تثبت الزيارات عديد القضايا بس بدها شغل تحت صحيح فالحكومة عليها شغل اليوم 100% شو الشغل على الحكومة وكيف بدنا نقدر نضمن انه الحكومة عم تشتغل شغلها في هذا الاطار أه يعني ما نضيع هالتعب أه كله أه أه سدى أه أه شوف سيدي حقيقة اليوم أه يعني انا معي معي ورقة ومش مش لابس نظاراتي لو لابس بقرا لك اياها أه أه اعفاء السلع تفعيل قرار الحكومة بتاريخ كذا كذا التوجيه الذي ت... كل كل آه كل نقطه يوجد إلها آه خطه متابعه مش خطه متابعه يوجد إلها تاريخ متابعه واضح و... و... وح... وحثيث واليوم احنا بنعرف امتى اللجان بدها تجتمع واللجان الفنيه امتى تجتمع اه اليوم المنطقه الصناعيه المجلس الوزراء انطرح عليه الاحداثيات طلبنا من المركز الجغرافي شو اه شو يسوي اه بعرف انا علي دور انه اعلنها منطقه تنمويه بعد اه اسبوعين من من اليوم فشوف اه يعني حقيقه هذه اه فرصة اه ممتازة لكل لكلا البلدين فبالتالي على 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 الحكومه الاردنيه دور وعلى الحكومه العراقيه دور وبعتقد اخر اربع شهور جرى عدد زيارات متتاليه و, و... يعني مت... والية ايضا للوصول للمرحله اللي وصلنا فيها فبالتالي ما بنتحمل ما نكمل جميل فلذلك انا بعتقد انه المفروض نضل داعسين وال يعني انا ما امل من الحكومه حقيقه ان 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 يكون ان يكون هذا الجدول الزمني مطروح على الجميع حتى نقدر نتابع احنا ومعاكم خليني اسميها بهذا الاطار لانه احنا اليوم هذا بصيص امل مهم جدا بالنسبه للاردن كل الاردن فبدنا نتابع مع بعض حتى نقدر وإحنا نتابع نتابع مع اخواننا العراقيين قلنا اثنين اثنين ما خليناها ما, ما, ما معلقة بدناش نبعد المسافات والاوقات الزمنيه حتى ما ننسى إن, ان شاء الله ان شاء الله المطلوب من يعني آه القطاع الخاص سيدي لانه ليس من فقط في شوف سيدي يعني الطياره ما بتطير بجناح واحد الطياره بدها جناحين القطاع الخاص شريك استراتيجي ويجب ان يكون راس حربه باعاده بناء العلاقات التجاريه مع الاسواق والتجار العراقيين والمستثمرين العراقيين وكلمه حق ايضا زي زي ما حكيت انا المصدر الاردني والمصدر الاردني اثبت صلابته خلال السنوات الماضيه فبالتالي انا انا على قناعه تامه لانه احنا عندنا خبره بالسوق العراقي فهذه راح تكون فرصه ذهبيه للجميع انه يرجع يعيد لياقته الاقتصاديه جميل جدا بدي كل الشكر وزير يحلي. الدوله لشؤون الاستثمار مهند حادي شرفنا بحضورك ونامل التوفيق لنا جميعا في هذا الامر وان يعني يكون مردود ومردود خير ان شاء الله الاردن شاء كل الاردن شكرا جزيلا لك, لك.